في الفترة الأخيرة من انتشار هذه جائحة كورونا، فيروس كورونا المستجد في البلدان، في البلدان اللي جنبنا، احنا رفعنا من الاحتياطات الاحترازية فقط، جدنا من الاحتياطات، يعني نقصنا عدد المرافقين، ممكن متضايقين منها شوية الناس هذه، مرافقين في الصالات وقفناهم يحط المريضة في الصالة ويطلع يتكفل به التمريض فقط، وزدنا عدد، يعني كان عندنا احنا العمل التعقيم النظافة والتعقيم يوميا في ثلاثة فترات طبعا يخدم المركز، موجودة فيه أعمال نظافة وتعقيم، زدنا حملات التعقيم، الحملة كانت الحملات عندنا حملات شهرية مرتين في الشهر، تو درنا كل جمعة تعقيم داخلي وخارجي يعني للمركز بالكامل. وانا نحب نطمن المواطنين ان الامور كويسه في المركز والعمل يصير يعني بصوره انسيابيه جدا، وما فيش داعي للقلق، وما فيش داعي للاخبار، يسمعوا الاخبار ان ما فيش دكاتره، ما فيش تمريض، ما فيش كذا، لا لا بالعكس الامور كويسه وامورنا ماشيه. من انتشار الفيروس هذا نتعاملوا مع كل مريض انه مصاب، والمريض يتعامل مع ستاف انه مصاب، باش يعني احنا نحافظوا على الجهتين. طبعا الزوز يهمونا، المريض يهمنا بالدرجه الاولى ويهمنا ستاف اللي يخدم فيه. بالنسبه للستاف طبعا موفرين، لازم موفرت لنا الدوله عن طريق جهاز الامداد الطبي وعن طريق اداره المركز، عند الجاون وعند الفيس ماسك وعند الاوفر هيد كاب وعند الكفر شوز والجلافز بكميات كويسه، بكميات ممتازه. اغلبيه الستاف يسال على البي بي اي الوقت الحالي، طبعا البي بي اي الكمية اللي جايبتها الدولة مخصصتها لمراكز العزل. احنا هنا في مراكز الغسيل صح احنا معرضين ستاف متاعنا من دكاترة ومن اطباء يعني من اطباء وطاقم طبي مساعد معرضين ويتعاملوا مباشرة مع المريض، كلام صحيح، لكن الـ 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 يعني الـ الوسائل الوقائية الموجودة توا من جاون وماسك واوفر هيد كاب وكفر شوز وجلافز وتعقيم الدوري وتواصلنا المستمر مع زاوية الدهماني للعزل، يعني أي حالة طبعا دارين بروتوكول معين احنا هنا للدكاترة يخدموا به، لو مريض أو موظف أو أي شخص طلعت عليه شوية أعراض عندنا بروتوكول بسكور معين يتحول لزاوية الدهماني، وحولنا أكثر من 6 أو 7 حالات وحالات وأمورهم كويسة والحمد لله. وفي عندنا الحالات واجهتنا في المدة الأولى، عندنا حالتين أو ثلاثة روحوا من تونس المدة الأولى، رسلنا المركز الوطني لمكافحة الأمراض وردوا علينا مشكورين وفهمونا شو ندير ووضحوا لنا الأمر، عزلناهم بروحهم في صالة بإجراءات معينة بتعقيم معين وأمورهم كويسة، فاتوا 14 يوم وأمورهم كويسة الحمد لله. فالعمل يعني بصراحة العمل يصير بشكل جيد وشكل منظم والكل متعاون.